بكرية جاسم محمد حمدان ناس حين من تل الضمان، وعندي ولد أعمى ونزحنا من تل الضمان على إذلب ومن إذلب على كفر جنة، وبدي حق شنون وضعنا وشنون حالنا، كل ما نرح ننزح على مطرح نخلي بيتنا. أتلا آخر نزحة نزحنا اللي هي ما عنا حد يطلع علينا، زلم يطلع علينا. عند الولد هذا أعمى بده علاج برات سوري، وأريد أن حدا يبرع له، هو أنا سبب عميته، أنا عميته، عميته موضوع جداحة من يوم خلفته عمره يومين وعمره صار 7 الحز، عميته بضو جدحة وما عندي حد شيء أحكمه، وضعنا شايفنا على القاع جباركين حتى نومان مع أنه هرس النام عليه. أتمنى أنه يشوفه يمشي مثل ربعه وما بدنا شيء، خلنا نضل باركين على القاع طول العمر. بس خذيته كثير على دكاترة قالوا لنا بده علاج بالمصاري برات سورية، ومصاري والله ما عندي له حتى 25 ليرة والله ما عندي. جبت له كذا حكمة وما نجح عليها، والحس قالوا لي ان بدك تطالعينه برا وما عندي حتى مساعدة ان اساعده، بدك ان حدا يساعدني به واطالعه برا حكمة. اتمنى له ان حدا يساعده وانه يقوم يشوف ويمشي مثل ربعه، يروح على المدرسه يبرك ياكل الحال وامر الله، بالليل دحق له كل شيء يسوي على حاله وحتى حق حفوظات ما عندنا، دحق لنا بهالبريه جاعدين حتى ما حد دحق لنا خالص ولا منظمه ما جتنا. يا حجي بدك حد يفزعوا لي بحق حكمه بحق دواء، بدي كل شيء الله يخلقه، واهم شيء حق حكمه يا حجي، اهم شيء المصاري ما ضل شيء ينباع. اذا حجتني كرتون تغاثه بدي ابيعهم قدام ولادي ياكلون وشو حكمه العام، ما يصير، بس بتشينهم يفزعوا لي السوريين برات سوريا، بتشين حدا يفزع لي بهالصبي.